بصراحة يعني قتل لي عبد الله صالح أسأنا كنا جميعا. على كل حال بالنسبة لنا يعني وما استوجب أن نقوله فلا يسعنا إلا نقول باسمنا وباسم محافظة مأرب باسم هذا البلد مأرب باسم عاصمة يعني محافظة مأرب التي تقع في وادي عبيدة بالذات وفي المحافظة كاملة. نرحب بإخواننا من المؤتمر، نرحب بإخواننا من القبائل على رؤوسنا، ولا يسعنا لا نوحد صفوفنا بحيث أن العدو عدو الجميع ويحمل السم الناقع للأمة العربية والإسلامية جميع، ما يستهدف اليمن وحسب، إنما يستهدف العقيدة الإسلامية، مشروع رافضي، مشروع فرسي، مشروع مستهدف العقائد والعقول المنحرفة، شيء لا يعرفونه يعني ما يعيش ولا يطبل له أو يساعده في مشروعه إلا المستنقعات الجاهلة التي لا تفقه في دينها ولا تعرف شيء عن الدين. فلا يسعنا إلا نقول أهلا وسهلا بالحرس الجمهوري، أهلا وسهلا بقادات المؤتمر الشعبي العام، أهلا وسهلا بمن توجه إلينا. نحن يعني ما يسعنا إلا نكون عون، لأن المشكلة هي مشكلة الجميع والمهمة مهمة الجميع والشان شان الجميع، والمشكلة هي مشكلة وطنية لا مشكلة حزبية ولا مشكلة يعني تفاوت أو تنافس عن حكم نريده في اليمن، لا، إنما هي مشكلة دينية، مشكلة مشروع رافضي مشير. هذا يعتبر منا يعني ترحيب، ويفهمون أخواننا ما في قلوبنا، نحن محسرين الظن فيهم مهما حصل منهم فينا، فنحن نصفح ونتعابى ونتسامح، لأن مشكلتنا مشكلة كبيرة أكبر مما ننتقم من بعضنا البعض. ونعرف يعني المؤتمر وغير المؤتمر من الكيانات السياسية أو المكونات يعني أنها لا تحمل هذه العقائد، ولا يحمل العقائد إلا قلة من الشعب اليمني، الناس اللي لهم ارتباطات بإيران. فعلى كل حال أهلا وسهلا بمن وصل إلينا، وهذا يعتبر يعني تصريح وترحيب وليطمئنوا ويفهمون أنهم قادمين إلى أخوانهم ونصرتهم بعد الله. فأهلا وسهلا.